اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي اكيد بيستعد خلال الايام الحاليه، سواء النهارده او بكره، استعداد مهم لمباراه الجونه، مباراه غايه في الاهميه في بطوله الدوري الممتاز. ايا كان موقفك في البطوله ايه، لكن بيبقى مهم بالنسبه لك قوي كنادي وايضا كجماهير للنادي الاهلي انك تطمن على الفرقه بشكل كبير، حتى في ظل الضغوط الكبيره اللي بيتعرض ليها لاعبي النادي الاهلي بالتحديد من حيث الجانب البدني والذهني بسبب ضغط المباريات وبسبب كمان تعدد البطولات. فيعني امور كلها اتعودنا عليها خلال الموسمين ثلاثه اللي فاتوا، لكن في كل الاحوال بتحاول بقدر المستطاع ان انت تتعامل معاها بشكل او باخر، وفي الاخر بتحاول بكل ما اوتيت من قوه انك تحقق اهدافك. وارد ان هدف من اهدافك ما توصلوش، لكن في نفس الوقت انت عندك قوام فرقه مميز جدا. انا بتكلم ليه في الحته دي؟ لان لازم يا جماعه، وجب الاشاده، وده امر منطقي جدا، ان احنا نشيد بالجهاز الفني واللعيبه دي، حتى لو الاهلي على اعتاب فقد او فقدان بطوله الدوري. حتى لو الاهلي هيخسر بطوله الدوري، كل شيء وارد في الكوره طبعا. لسه في ماتشين، لازم الزمالك يكسب الماتش الجاي عشان ياخد الدوري، كل شيء وارد في الكوره، تمام. رغم ان البنك الاهلي كمان خلاص هبط للدرجه الادنى يعني، لكن في كل الاحوال اي حاجه ممكن تحصل في الكوره. الاهم بالنسبه لنا ايه؟ ان الناس دي لازم تاخد حقها، وهي دي ثقافه جمهور النادي الاهلي، وهو ده اللي بيميز جمهور النادي الاهلي على اي جمهور تاني. الاهلاويه عارفين كويس جدا جدا الفرقه دي عملت ايه على مدار السنتين اللي فاتوا او السنتين ونص. الواحد بقى يتلخبط ما بين الفترات اللي حقق فيها النادي الاهلي البطولات بسبب ايه؟ اولا بسبب تلاحم المواسم في بعض، فانت ما بقتش عارف البطوله دي في انهي موسم بالظبط ودي في انهي موسم بالظبط. لكن اللي احنا عارفينه ايه؟ المجمل، الناتج. الناتج ايه؟ الاهلي حقق 2 دوري ابطال افريقيا. كنا لسه بنقول، الواحد حاسس ان اول امبارح كان لسه بيقول ايه؟ احنا عايزين التاسعه يا اهلي. لا، احنا دلوقتي اهو في 7 شهور 8 شهور بس بنقول احنا عايزين البطوله رقم 11 يا اهلي في دوري ابطال افريقيا. فلك ان تتخيل ان الفريق ده بقدراته العظيمه دي والمميزه دي بجهازه الفني المحترم قدر ان هو يجيب بطولتين دوري ابطال افريقيا بشكل متتالي ومميز جدا، وباقناع وامتاع كمان في البطولات الافريقيه. الفريق ده قدر ان هو يجيب السوبر الافريقي في ماتش كان صعب جدا مع نهضه بركان. الفريق ده اللي جاب كاس مصر. انا كل ده بتكلم على الفتره القليله اللي فاتت، يعني في عز الظروف والازمات الكرويه الكتير والكلام من ده اللي عانى منها العالم كله. يعني جبنا كاس مصر وجبنا الدوري السنه اللي فاتت، وجبنا بطولات كتير جدا جدا جدا، يعني خدنا برونزيه كاس العالم للانديه، وهنشارك تاني في كاس العالم، وهنلعب سوبر افريقي تاني، وعندنا لسه سوبر مصري ما اتلعبش بتاع السنه اللي فاتت، او المفروض بيتلعب مع بدايه كل موسم، يعني ما تلعبش الموسم ده مع طلاع الجيش. فتحديات كتير جدا بيشارك فيها النادي الاهلي. النادي الاهلي نجح بنسبه حتى هذه اللحظه 100% بخصوص الفوز بكل البطولات اللي هو بيشارك فيها حتى هذه اللحظه. فبالتالي الناس لازم تكون واخده بالها من الجزئيه دي بشكل كبير قوي، ان احنا عندنا فرقه كبيره وعندنا لعيبه مميزه وافضل فريق في افريقيا. في ناس بتقول ان هم عندهم افضل فريق في افريقيا بس من غير امار. ما هو ممكن تكون عناصر كويسه جدا، لكن الاماره دايما بتكون ايه؟ او الدليل على كده دايما بيكون ايه؟ البطولات. الدليل ده موجود فين؟ في الاهلي. البطولات موجوده فين؟ في الاهلي. فبالتالي انت عندك فعلا افضل فريق في افريقيا. الاهم بالنسبه لنا طبعا الاستمراريه في الحفاظ على البطولات والفوز، رغم ان انت بتنافس فرق كبيره جدا جدا، وبيبقى في صعوبه جدا في اطار المنافسات المختلفه، لكن دايما بتراهن على شخصيه الاهلي وعلى قوه النادي الاهلي سواء على مستوى الجهاز الفني او مستوى اللاعبين. فانا حبيت اتكلم في الجزئيه دي ليه؟ ونفكر بعض بانجازات النادي الاهلي والقابه على مدار الفتره اللي فاتت ليه؟ هقول لك ليه. لان لاحظنا على مدار كام يوم اللي فاتوا او الاسبوع اللي فات تحديدا، بعد ما الفرص اصبحت قليله بخصوص الفوز ببطوله الدوري، فالبعض اتكلم على موضوع ان النادي الاهلي لازم يعمل صفقات. مش كده بس، يا ريته كده بس، هو طبيعي الاهلي يعمل صفقات. اي فريق بطل وعايز يحافظ على القابه وبطولاته طبيعي يعمل صفقات ويدعم فرقته، ده الطبيعي. لكن وصل الامر الى ان قال لك الاهلي محتاج يبني فرقه. ازاي نبني فرقه؟ ازاي؟ ليه؟ عشان ايه؟
عشان ايه الاهلي هيبني فرقه؟ هو الاهلي لسه هيبني؟ امال الفتره اللي فاتت دي كلها الاهلي كان بيعمل ايه؟ طيب لو وجهه نظري مثلا غلط او وجهه نظر الناس المتفقه معايا غلط، طب ايه الدليل اللي يخلينا نقول ان لازم الاهلي ده عايز يبني فريق؟ عشان خسر بطوله؟ لو خسرها عشان خسر مثلا ماتش، عشان اي ايا كان ايه اللي حصل؟ لا طبعا، امر غير منطقي وكلام غير منطقي. ليه برضو؟ لان انت واخد بطولات قد كده بنفس اللعيبه دي، بنفس الجيل ده، بنفس الفرقه دي، بنفس العناصر، بنفس الجهاز الفني، كسبوا كل التحديات الكبير، كل المباريات الكبير، اي تحدي انت اشتركت فيه نافست عليه انت كسبته، تفوقت كمان، مش مجرد كسبت. عارف لو بطولة واحدة نقول لا ده حظ، الجيل ده محظوظ، المدير الفني ده ماشي مشيت معاه كده، لكن ده في بطولات متتالية بشكل مميز. فيجب يا جماعة ان احنا نفصل ما بين امر طبيعي اللي هو الاهلي دعم صفقاته، وامر غير طبيعي ان الاهلي يبني فريق. لا، الاهلي باني فريق، الاهلي عنده فرقة ما شاء الله عليها، محتاجة تدعيمات. حتى لو عندك مين برضه لازم هتدعم، اي فريق في العالم بيدعم، بالذات وبالتحديد الفرق اللي بتلعب على كل البطولات، اللي بثقافه وعقليه الاهلي، اللي بسمات النادي الاهلي. اي فريق عايز ينافس على الالقاب حتى لو عنده اقوى فرقه في الدنيا لازم هتقعد تدعم، وكل شويه هتلاقي ثغرات تقعد تسدها، ده طبيعي جدا جدا. فيجب التفرقه بين التدعيم المنطقي والهدم ثم البناء بدون اي اساس وبدون اي دليل واضح وبشكل غير منطقي. فاحنا مش عايزين يا جماعه نجر النغمه دي خالص، ما تروحش الناحيه دي. بنهتم بالصفقات، احنا بنحب شويه كجمهور كره مصريه بشكل عام دايما موضوع الصفقات ده بيشدنا، هنجيب مين واللي بيحب فرقته قوي بيبقى عايز احسن لعيبه تبقى موجوده، الكلام ده انا بقول لكم اطمنوا. الشيء بقى بالشيء يذكر، عندنا فرقه، عندنا فرقه، لكن تعالى لي بقى في موضوع الصفقات وانا هرد عليك في موضوع الصفقات. الاهلي هيدعم، مؤكد هيدعم، مؤكد، انا بقول لك مؤكد هيدعم، بس هل هيدعم بعدد كبير من اللاعبين؟ لا طبعا، عدد محدود مع عوده بعض المعارين اللي ممكن يكونوا اضافه ليا السنه الجايه، وده سيستم وثقافه، او مش عايز اقول ثقافه، استراتيجيه وسيستم ماشي عليه النادي الاهلي على مدار الكام سنه اللي فاتوا وناجح جدا جدا. بنشوف محمد شريف ده طلع اعاره دلوقتي، محمد شريف نجم النجوم ما شاء الله عليه وهداف الدوري، فانت هترجع كذا لعيب من الاعاره وهتدعم صفوفك بكام لاعب، اتنين تلاته بالكتير بالكتير، ده لو يعني الدنيا بقى ايه هيبقى اربعه، بس ده صعب، وهتبقى عندك فرقه اقوى واقوى. وطبيعي ان انت بتبقى ماشي في مرحله الحفاظ على الفريق بتدعيم يخلي الفرقه واقفه على رجليها بالشكل اكبر، لو واقفه على رجليها 100% تبقى واقفه 200%، وده امر مميز جدا. الناس في النادي شغاله، اطمن ما تقلقش، في النادي الناس كل واحد عارف ايه وظيفته وايه دوره وايه واجباته وبيقوم عليها على اكمل وجه، بيقوم بيها على اكمل وجه، مؤكد. مدير التعاقدات شغال بيخلص بعد ما بينسق او بيجيله يعني الاراء او بيجيله القرارات من الجهاز الفني بتنسيق مع لجنه التخطيط، بيتحرك في الاتجاهات اللي هم طالبينها وبينجز وبينجح. وعندها مدير تعاقدات شاطر بصراحه، امير توفيق شاطر، الراجل شاطر. فناحيه الصفقات اطمن، وهيتم الاعلان في توقيت مناسب، والتوقيت ده قريب، اكتر من كده مش هتكلم في حاجه لان احنا مش في وقت صفقات. لكن احنا لاحظنا على مدار الاسبوع اللي فات والساعات السابقه، وده طبيعي نسبيا، ان الناس بتتكلم شويه على صفقات والاهلي هيجيب مين وكلام من ده، فبالتالي بنعلق على الجزئيه دي وبنرد على حضراتكم، بنوضح لحضراتكم زي ما احنا اتعودنا ان انتوا تبقوا معانا في الصوره اول باول. لكن برضو ما تنساش ان مش الطبيعي ان الاهلي يهدم الفرقه دي او يهد الفرقه دي ويبني غيرها، لان في اصوات اعلاميه بتقول الكلام ده، وفي بعض المحللين بيقولوا الكلام ده مع كامل الاحترام والتقدير لرايهم، لكن بدون اسس واضحه وبدون النظر لانجازات هذا الجيل وبطولاته اللي اتحققت. فكل حاجه في وقتها، والاعلان الرسمي دايما زي ما حضراتكم اتعودتوا من النادي ومن قناه النادي في التوقيت المناسب، وبنشوفكم
بالشكل اللي هيكون بيسعد كل جماهير النادي الاهلي ويطمنهم في الاول وفي الاخر على فرقتهم. هم مطمنين على فرقتهم، على الرجاله اللي عندهم، على الجهاز الفني، ويطمنوا كمان بشكل اكبر لان التحديات لسه كتير. عندنا الشهر الجاي ده 3 بطولات، كاس مصر وسوبر افريقي، وعندك بعد كده كاس عالم الانديه، وعندك سوبر محلي كمان، كاس عالم الانديه لسه في شهر 12، في الشهر الجاي سوبر محلي والافريقي وكاس مصر، فعندك كذا حاجه مهمه قوي. فدي كانت جزئيه مهمه حبيت ابتدي فيها او بيها مع حضراتكم. الجزئيه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها